احتفلت بلدية بشويت بتدشين مشروع إنشاء قنوات الري بدعم من سفير النيات الحسنة فادي سلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة عيش لبنان، وبالشراكة مع بنك بيروت والبلاد العربية، وبالتعاون مع اتحاد تعاونيات دير الأحمر. تميزت مبادرة عيش لبنان منذ انطلاقها بتنفيذ مشاريع تنموية من مختلف المناطق اللبنانية بشكل متساوٍ، حيث حولت عبارة التنمية بالشكل المتوازن إلى واقع تستفيد منه قرى لبنانية مختلفة. لقد نفذنا أكثر من 45 مشروعاً في البقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان. وميزت هذه المبادرة أنها تربط اللبناني بعملية التنمية، وعملية التنمية هي الأساس لتثبيت اللبناني في أرضه. وأكد مدير فرع بنك بيروت والبلاد العربية في بعلبك أسامة عبد الساتر التزام المصرف دعم المجتمع المحلي من دون تفرقة أو تمييز على كل صعيد، متمنيا أن يكون هذا المشروع بادرة خير على جميع أهالي البقاع.